город называется Айва, Айва. غصب عني اكل العيش مر. ربنا يعينك بقى. امين يا رب. امين يا رب. عايز حاجه ثانيه؟ مش راضي. لسه يا صاحبي. ممكن اتصور معاك بس؟ ماشي. تسلم يا صاحبي على الكلمتين الحلوين دول. فلوس. الفلوس يا صاحبي. خلاص شكرا يا زميل شكرا. انت عايز ايه مني انت كمان؟ اجدع بنت شفتها في حياتي. استنى خصماك. ليه بس يا صاحبي؟ متسألش عليا كل ده. معلش وحشتيني يا بت. طب انت رايح فين؟ تعالى اوصلك. يا بت وحشتيني ما تقربيش من السؤال. تعالى اوصلك بس تعالى. يلا بينا. تعالى. ما تخليك اسوق انا. لا انا هسوق يابا. انت عارفه يا بت؟ بنت يا جدع. عارفه يابا. نازل استاذي. نازل اقف هنا يا بنت. اه الحته اللي تعجبني يابا. ما تتكلميش كتير انا ماسك المنطقه دي. اتكل على الله انت ما تقدرش. مش ماشي يابا. في 20 جنيه تاوه. استنى ناكل عيش يابا. اتكل على الله بنت في 20 جنيه ادفع ادفع اتكل على الله. عايز اقول لك ان الدنيا صغيره قد كده. يلا بنت امشي من هنا. استنى هنتقابله ثاني يا صاحبي. يلا عشان ما خسكيش توقف اتكل على الله يلا. حسبي الله. حسبي الله. يلا بنت امشي وقف داهي. امشي يلا من هنا يلا. نازلة أختي؟ نازلة. تعالي استني همسح الإزاز وأديله ترويقة كده عشان مش شايفة بيه حاجة خالص. اللذينة فرقت الفلوس بنت الحرامية ومشت ومستعجلة ومستعجلة. حول الله يا رب. حول الله يا رب. جاي لك اهو. جاي لك اهو. ماشي سلام. ودينا عشان تستعجل يا بنت. راح بس عند الميدان يوم. شوفك ها؟ انت مش هتوفي الوعد اللي انت وعدتهولي؟ انا بقولك لسه في مفاجأة اهو. انت اللي مستعجلة. طب قول ايه؟ انا مش عايزك تستعجلي. مفروض تتجوزيني كده ما بحبش استعجلة انا. الحاجة عندي. مالها؟ عايز اشوفك. وعزمك على الغدا. لا تحت امرك ست الحاجة. استناك ها؟ امتى؟ بكره الساعة 2. بقول لك تعالى طيارة. ماشي يلا. قشطة؟ استناك عند النصر. ماشي. يلا يا بنت وصليني مستعجل يا بنت خلصي.
صوتي والنبي، بنتي تعبانه وفي المستشفى ومش ناقصاكي، والدنيا بايظه معايا والنبي مش ناقصاكي. خلاص اهدى شويه بس، ماشي تعبانه شويه محتاج فلوس والدنيا بايظه معايا والنبي مش ناقصاكي خالص. خد دول خليهم معاك، خد ترك الدنيا زي قد كده، وانت قطعت عيش افتكار. شك جدا معلش والله العظيم. لا شكرا على انت بت ب 100 راجل، والله العظيم انت بت ب 100 راجل. روحي ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا رب. فكتي دقيقتي والله ربنا يفك دقيقتي. لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امال ايه اللي رماك على المر يا جميل؟ اللي امر منه يابا. وانت شغال بقى الساعه بكام؟ مش فاهماك. يعني النص ساعه بكام؟ نص توك توك؟ لا اقصد الناحيه الثانيه الشمال. الشمال ده انا هخليك اسفلت على الارض. انزلي يابا. ايه يا بت في ايه يا بت؟ انزلي. ايه يا بت في ايه؟ انت طالب الحلال يابا. يا بت اللي انت عايزاه. ما تقلقش يا ابني يابا. انا محترمك واعتبرك زي ابويا وانت دماغك شمال يابا. عارف برضك اللي انت عايزه ده. امشي يابا من هنا يابا. اه كنت شوية دول. انا عارف انت شوية قريب بكام. يابا احنا شرفة يابا. حركة امشي يابا من هنا يابا. يلا يلا يابا. يلا مع السلامة يابا. خلاص يلا خلاص روحي في داهية. امشي روحي في داهية تاختي. تاخدك انت. يلا مع السلامة. ملوت البلد شكلك ملوت الفلزة. اخيرا هبقى عروسة. مش خسارة فيك العشرة جنيه. حلاوة دي. بس يابا شبكتني يابا. يابا الأحمر ده يابا. يلا عشان أمي مستنياكي. يلا يا باشا. تعالى يا بت يلا ده أمي هتفرح بيك أوي. يابا إيه المكان الغريب ده يابا اللي أنت جايبه؟ تعالى أمي مستنياكي جوه. تعالى. أمك جوه؟ آه. يا بت يلا. أنا عارف يا عم. خش برجلك اليمين. من فين أمك يابا؟ أمي. فين امك؟ يا حاجه. ايه يا اسطى؟ مالك يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ مالك يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ ماشيني من هنا يا اسطى. في ايه يا اسطى؟ ايه؟ استبعد عني يا اسطى. احنا مالناش في الغلط يا اسطى. اديك 50 جنيه. 50 جنيه يا اسطى؟ 50 جنيه يا بنت. امشي ابعد عني. هخليهم لك 100. 100؟ هخليهم لك 100. يا اسطى ما تخليناش على قدامك يا اسطى. قدمني عليا يا بنت. ابعد عني يالا. غار على الزمن. ما تخلينيش لقدامك وحياة امك. هتقولك 100. 100 ايه يابا؟ امشي يالا من هنا. يا بنت انت ما تسويش صوت من صوت بصل يا بنت. فيها يا بنت. Thank you.
افتح يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة طالعة تاكل عيش، أبوها توفى وبتجري ورا أمها وإخواتها، ده يعكسها وده يضايقها وده يوقف في طريقها. في إيه؟ في إيه؟ هي كمان البنت ما تاكلش عيش؟ يا عم اتقوا الله وارحموا نفسيكم، بتاكل بالحلال. في إيه؟ مش عارف أنا الناس فيها إيه؟ جرالها إيه؟ بدل ما تقفوا معاها، بدل ما تدوها دفعة قدام، في ايه؟ مش عارف والله، انا ما عدتش عارف اتكلم والله. والله ايه يا عم؟ صح يا ربي يكون الفيديو عجبكم والفكره كمان تكون عجبتكم، واستنوا مننا كل جديد الفتره الجايه باذن الله. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واعملوا لايكات واعملوا كومنتات. بنحبكم كلكم اغلى حاجه في حياتنا. محمود الجمل، معاذ زيان، مسوقه التوك توك ندى، واحمد الجمل، محمد معاذ صاحب التوك توك ايمن عدتش. ده بقى الصاحب بقى 100 100، رجوله، الرجوله اللي في الدنيا. سواي وسام طيبين.